توج صالح بن عيسى بن هند المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة اليوم الفرنسي مايك ليكور بعد تحقيقه لقب بطولة البحرين الدولية فيوتشر للتنس المستحق على النرويجي فيكتور دروس 7-5 و7-6. واختتم نادي البحرين للتنس في 5 من مساء اليوم فعاليات هذه البطولة بإقامة المباراة النهائية والحفل الختام بحضور السفير الأمريكي في البحرين ويليام روبيك والمهندس خالد سليم الحاج الوكيل المساعد لشؤون المنشآت وعدد من كبار الشخصيات. وأدار المباراة بجدارة واقتدار الحكم البحريني الدولي أحمد الحواج. تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث نظم نادي البحرين للتنس هذه البطولة باقتدار وجدارة من خلال الدعم الكبير والمتميز من جميع القيادات الرياضية في البحرين خلال الفترة من 27 مارس حتى 1 إبريل الجاري. من جميع النواحي كانت ناجحة وموفقة، من حيث الرعاية، رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة طبعا اللي هي رعاية معانا الحين 6 سنوات ويقدمون كل الدعم لهذه البطولة. من حيث الجمهور مثل ما شفتوا حضور ممتاز ويعني وجمهور كبير، المنافسات كما رأيت المنافسات قوية ويعني حضروا شاركوا في هذه البطولة أكثر من 100 لاعب. طبعا احنا اللي لعبوا معنا 64 بس اللي شاركوا اكثر من حيث التحكيم والاداره والتنظيم، يعني البطوله جدا ناجحه بكل المقاييس. فصراحه يسعدنا جدا هذا التطور الذي تشهده البطوله 7 سنة، واحنا طبعا ان شاء الله مستمرين في النهج هذا ان شاء الله. نقلنا خطوه الى الامام من حيث المستوى، لان رفعنا الجوائز فارتفع مستوى اللاعبين، ان شاء الله بنستمر على هذه المنوال بحيث انه يعني نستقطب لاعبين بعد اكثر قوه. يعني اليوم اللي لعبوا وشفتهم يعني درجتهم هم يعني تقريبا 600 يعني على العالم، فيعني الرانكينج مالهم 600 على العالم، فهذه يعني مستوى كبير مثل ما قلت. وحتى شفت مستوى اللعب شلون كان قوي يعني والمنافسه، فان شاء الله في السنوات القادمه راح يعني نستقطب يعني لاعبين بهالمستوى او اكثر، وان شاء الله نقدر ننتقل الى المرحله الجديده هو التشالنجر اللي هي بطولات التحدي، وهي طبعا بعد يحتاج لاستعدادات اكثر. اكرم الملكي من جلاله الملك المفدى، يعني احنا اليوم عندنا مساحه الارض هذه وبعض يعني المساحات الاضافيه عليها راح تعطينا فرصه ان احنا نزيد عدد الملاعب، راح تعطينا فرصه ان يكون هناك مرافق اكثر، وفي عندنا طبعا بناء استان جديد، فهناك يعني مشاريع جايه لتطوير هذا النادي بحيث انه يكون واحد تنس خضراء في المنطقه هذه من المنافذ.
شهدت المباراة النهائية حضور جماهيري مميز وكبير لمحبي رياضة التنس لمشاهدة نهائي بطولة البحرين الدولية فيوتشر للتنس التي اتسمت بالندية والمتعة. Thank you everybody to come here tonight. It was good atmosphere here, so it's my first time here, so I'm glad to win here, so I hope I will come back next year. It's good tournament. I told already it's my first time here and there is a good organization. Thank you everybody to make this tournament that possible. So I'm very happy to win this week. Victor is a good player, so I know there is a tough match. I should be aggressive, but I am a little bit defensive at the beginning of the match. But I was a little bit pain in my foot, but now it's okay. But I serve very good, and that's why I win the match, because I serve good and. The key of the match, maybe. Playing to Doha tomorrow, and I will play 2 weeks there, and after I go back to France to see my family. So. وحافظت البطولة على نجاحها عاما بعد آخر حتى أصبحت واحدة من البطولات المميزة التي يحرص على المشاركة فيها اللاعبون من أصحاب التصنيفات المتقدمة من مختلف دول العالم، وقد ظهر ذلك جليا في النسخة السادسة من البطولة التي شهدت إقبالا غير مسبوق على المشاركة، حيث اضطر النادي إلى الاعتذار عن قبول أكثر من 40 لاعبا والاكتفاء بعدد 64 لاعبا فقط، وهو العدد المسموح لهم بالاشتراك في الأدوار التأهيلية والرئيسية للبطولة.